واش الخوت صافا مزيان؟ السلام عليكم الاخوان. السلام عليكم. واش الخوت؟ ايوا صاحب الخوت، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد. واو، ديما في الفرقة صاحبي، كان فيها مطنطنة صاحبي، ميت كان فيها مطنطنة. يوم فيديو جديد الدراري، فلوق جديد عاوتاني، فيش حاجة تاني جديدة. بغيت ندير واحد الفيديو على داك خونا، داك خونا ولد الخميسات اللي جات عندو ديك الشيبانية من الميريكان، من الميريكان جات عندو. شوف بنادم باش تعرفو مكلخ اصاحبي. ودابا نتا جات عندك من الميريكان، جات عندك باش زعما تجوج بيك تا الدن، وخا هي كبر منك، كبر منو عرفتي بشحال؟ عندها شي 63 و ماعرفتش، كبر منو ب30 عام. جيت وزاد خونا صدعنا، كبر منو ب30 عام بحكا. ودابا هي كبر منو، جات لعندو هنايا وقلب لها السفسه وتقلها، قال لا I'm creepy, I'm bad, I'm ugly, I'm mother I'm هي اللي دارت لي واحد البلان. دابا ما كانش متوقع منا، هو ما كانش متوقع منا كتقول لي بغيت نبقى هنا في المغرب، عجب المغرب بغيت تبقى هنا في المغرب. اي انت بغيتي تبقى في المغرب وانت يا الحمار من الشياك، يعني ما تبينش لي راك دا ما عرفتش الدماغ عندو كي داير هذا صح. قال لها لا يا ديني الهي بلاش، كنت غتبقى هنا يا صافي سيري بحالك، ما بقيتش باغيك انا، تبقى هنا وردبر راسك، ما غنتزوجو جوي بيا ونتزوجك ناري على بلاه. سطينا صح حق الله. غندير لكم شي بارتي اللي ما عرفوش، غندير لكم شي بارتي ديالي. خوتنا ترى عندها 36 عام ولا شنو، كدا و 60 عام ولا شنو هو، كنربقا قوقا صاحبي. خلينا من هنينا نرى حنا هنا راه 30 عام 40 عام كتلقاها شرفت. حتى شوف اصاحبي الزين كيدير، الزين كيدير اصاحبي. انا نلوح لك، نحط لكم طلق الشهر بزاف بزاف. انا نوريكم، نحط لكم، نخلي لكم بارتي هنايا وغتشوفو نتوما وغتحكمو ونكملو الفلوق ان شاء الله. خوت اي كراب اليوم معطل شويه، ولكن ماشي مشكل، غنمشي نجيب واحد الطيار دابا، غنصايبو طيار عامر بروتين، وبقاو معانا ما تزبيوش العشرين. ايوا والغادي جديده كي كاسات سان جيبو التوقلات. سخونة 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 معي تا سخونة. وي 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 زين غندير فواحد اللعيبة اخرى تاني. نديرو فيها سيدي، نديرو فيها التمر. ايوا نديرو فيها التمر، فهمتي؟ تجينا هادي اكثر.
صافي الدراري درنا التمر درنا البيض درنا الفرماج المهم هادي مقيله فيها فرماجه شويه زيت العود وجوج بيضات ودرت فيها حتى التمر هاديك دي واعره الصراحه دي شي حاجه ناضيه اشاي بالزعتر شي طبيعي داكشي ديال الناس الاولين فهمتي اتاي بالزعتر مشحر طيب على خاطر يا سلام ندوق ارد عليكم بسم الله شو الدغمة كي دايره شو ناضي ديال بصح فطور رخيص وعامر بالبروتينات خوت كملنا فطرنا الحمد لله والشكر لله فطير ناضي كان ناضي شي 5 وين الخوت نخلي لكم فيديو ديال ديك خونا ود خميسات هو ايزيكي تركت سيمو لايف تصل غير حط لكم فيديو ديالو وديك الشيبانية الامريكانية اللي ما شافوش يشوفو وانا من هاد المنبر كنقولها وكنعاودها وقاد بها هاديك خوتنا انا بغيت نتزوج بها انا نتزوج بها واخا تكون عندها 80 عام ها فاك يو جات عندك انت باغي داير فراسك لهي وهي جات هنا تقلبت قالت لك حقا باغي نسكن هنا اصافر عجبه هنا يعني انت عندك اللغه عندك تواصل معاه مزيان هي كتواصل معاك مزيان كتفاهموا ايش ما هنا تقدر تكون باغا هي دير لك قرار تشوف كاش تحت من راسك ساعه 6 على سبه سميتها ليندا الله ما عرفت سميتها لا عرفت سميتها اكتبها لي في كومونتير الله يحفظكم الدراري انا نحط لكم فيديو نيت خرا وتضحكوا لك راه بياسه الرجل بياسة عندها 70 عام نصيحة لشخصيتك أنوت بغني تا خالد تبدل بدل هاي روح الخالد كوراج دوك تغني درك ايوا صح هذا صح علاش تلوموني ام كريبي ام باد ام ايجلي ام مدا ام سكوبيش اوكي بلاند اسامه وديبي راكم عارفين الا ما شفتوش الفيديو اللي قبلها تلقاهم في بلاي ليست اسامه وديبي في الشانيل ودابا نشوفوا الجديد راه بان لي واحد اللقطه كدوز هكا في السوشيال ميديا ديال اسامه ساخط المهم نشوفوا كيفاش وصلوا حتى لذاك البلاند المهم دابا كيجمعوا غادي يمشيو من هنا للرباط الخميسات عنده باش يلاقيها مع والديه
That's it. We go to life from your face, make everyone love you. دابا هو اصلا باش هربان هي بهاد البلانات هادو ديال فهمتي تيمشيتي يقول لي هاد ديال شوفي ما عندك مناش خافي حيت هي دابا غادي تلاقى والديه وكذا ديال انه شوفي انت داك النور اللي كيسطع من وجهك كيخلي كلشي يبغيك think about what's in her and what in the mind ايوا شتي راه بعدا راه عارفين بطبيعه الحال تيدوي 3 سنين راه يكونوا عارفين والديه بلي راه كبيره عليه والعمار وشافوا تصاورها وكذا كلشي تيقول لي راه ما عندك مناش خافي بلي راه راتي فكروا وما تيقول لك اللي كاين في القلب وفي الدماغ هو هادشي زاد وباين my mother don't talk that much but don't take it like a bad thing because I told you my mother is a British child وباركم هاد البلان والله الا ناضي منين جبد هاد الفكره حيت دابا مثلا تيبان لك هنا بعدا يلا تعطيها مثلا الخطط وكذا واستراتيجي وكذا والكودات ديال كيفاش تدوز مع هاد الميسيون ديال تلاقي والديه وكذا ولكن مزيان ملي قال حنا عارفين كيفاش اصلا من الفيديوهات الاخرين اللي شفنا ديال انا كيفاش تتكون انسيكيور ديال هاد البلان هاد البلان هاد البلان هو دابا قال ليها شوفي راه الوالده راه ما كتحشم وما كدويش بزاف باش ماشي حتى تمشي عاوتاني وتجلس بين الدار هكذا وتشوف بلي مو ما كدويش تقول ليه واقيلا امك فهمتي غضبانه داك الشيء علاش ما كدويش ولا ما عجبتهاش ولا شي حاجه سو حيد هو كاع هاد الشك وحيد هاد المشكل من دابا يا لطيف الحفاري والحمريه ها هو الخميسات يلا مسكين فهمتي الطفل عاد ما كيتصلط ليه رجعاته لهنا قال هذا بنت القهبه هذه رجعتني لهنا هاد الحفره هذه الدم ما بقاش بوجهه تيشوف الدروبه تيقول اخ رجعتني لهاد الحفره تو Does your mom and dad know I'm moved here permanently now? من الاخر كنت كانوا دواو ومن هذيك السخطه حتى هو اللي دار فهمتي في ديك اللقطه اللي دازت في السوشيال ميديا وكذا بان لي بلي انهم ما دواوش انه هاد القرار اللي اتخذته هي تجي للمغرب وكذا دواو عليه غاجاتك هو قال لها اجي نتزوجوا هي باش تجي تزوج وتما زعما يديروا الوراق ورجعوا هي جات وجابت الباكاج ديالها تسكن في المغرب داكشي علاش كان طرف البلان الاولاني فاش يلا شفنا الفيديو الاولاني وكذا نط دراما منين عرفه بلي انا غادي تبقى قال لها اوكي غادي تدوزي واحد شهرين وغادي ترجعي للبيزنس ديالك وكذا هي تسخط ودابا هي كتساينه هو يقولها عاوتاني لوالديه يقول لهم بلي راه جات وقالت لك بلي تبغى تعيش في المغرب يقول لهم حتى هو ما كانش في خبارو عاد دابا قلتيها لي Come on, Osam. كدوي بحال الا هو اللي جا فهمتي وحط عليه هاد الحاجه بحال الا سميتو راه انت اللي فهمتي ما تفقش على هاد البلان واصلا انت مثلا الشارفه لديك الدرجه ومثلا الاكسبيرينس وكذا خصك تعرف بلي له الكومينيكيشن ضروري علاش ما تدويوش بلي انه تفاهموا قبل اصلا غير في الشاط قبل ما تجي تقول لي بلي راه باغي نعيش تما وغادي يقول لك ولا لا ولا ما بغيتش ولا انا بغيت تما وتما ما تفاهموش ولا شي حاجه Right now I'm thinking that Osama doesn't have all his cards on the table with me عاود ثاني البلان ديال التناوي شويه فهمتي انسيكيور لواحد الدرجه ديال دابا هي اصلا الا جينا مثلا تحطها في نطاق الهضره والواقع ديال انه كيفاش اصلا انت حتى طحتي مع هذا اللي صغير تيسحب لك واش غا حبا في انه باغي شارفات كاين واحد البلان اللي دابا معروف فهمتي في العالم كامل ديال انه في اوروبا ولا في مثلا في امريكان ديال كيجيو للعالم الثالث راه العالم الثالث فهمتي عندك افريقيا عندك امريكا اللاتينيه عندك شي قناش في اسيا كيمشي بنادم فهمتي يا اما تيكون شارف يا اما تيكون خايب يا اما تيكون غليظ يا اما تكون غليظه يا اما كتكون شارفه فهمتي داكشي كامل كيمشيو باش يطيحوا مع واحد مثلا صغار ولا مثلا لوكس مزيان هكا زوين وكيطيحوا معاه وعلاش اصلا داك الشخص مثلا ارضاب مثلا بواحد اللي خايب ولا غليظ ولا مثلا وحده شارفه وكذا حيت مثلا الوراق الانسنتيف فهمتي وهذه راه باينه غير الا ما بغيتيش تفهمي هذه الفكره يعني خصك تاكسبتي هذه الفكره نفس الفكره ديال انه انت مثلا بغيتي تشدي واحد اللي مثلا صغير وتطيح معاه حتى هو فهمتي غادي يكون واحد المقايضه انت غادي تختاري الحياه ديالو هو غادي يختار الوراق عادي وغادي تعيشوا مع بعضياتكم ما كاينش الاشكال هي لا بحال الا راه كتعيش بحال الا راه هاد البلان ما كاينش وباللي راه غادي تقول بزاف ديال التناوي وما عرفت شنو نايش تو ميت يو سير نعم العائله ديالو ما تول بي يو ليرن فروم يور دادي اولويز اكت لايك دادي جود مان شكرا خراب الضحك ما عرفتش هذاك البلان ديال دادي يو ليرن فروم يور دادي ناري لا ضحكه اتهم سيد اتاك از يور هوم واز فيري بيوتيفول الحجر شاد شويه لونغلي يو ماست ثينك يور سان از انيوزوال ها دابا حتى حد ماش بهذا البلان فهمتي غا هي فهمتي بالانسيكوريتي ديالها كتظن بلي انه ولدك فشكال باش تقول لي حيت انا كبر منه وكذا واحد صافي نساو الناس نساو راه ما تندويوش راه شفنا باين البلان ديالها طايح معاك فهمنا الفكره ما نبقاش نعاودوها كل مره
was really really hard for me to accept the age difference. ايوا قولي هكا كنتي ديال انه انت اصلا عندك هذا الفيلين ديال كيجيك في شكال انه سميتو صافي بنادم كيما اكسبتيتي انت راه حتى هما اكسبتاو بلا ما بقى كل مره ها هو واو 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 واو. يا العمر ماشي هو العائق بالنسبه للعلاقه بين الافراد، هو اللي كيهم هو الانسان كيفاش يعني كيتفاهم من الناحيه الفكريه. من الاخر الحاج فهمتي اصلا واحد البلان ديال انه شوف الا كان عندك شي ولاد ولا شي حاجه من 18 تلقاهم يسرحوا، الا داروا مثلا طاحوا فهمتي التشويسز ديالهم يتحملوا الكونسيكونسز ديال دوك الاكشنز اللي داروا وتما كياخذوا الاكسبيرينس وغادي فهمتي بنادم ما يكون عنده الاكسبيرينس. واصلا الا كانت شي حاجه اللي انت اصلا داك الدري ولا مثلا داك بنتك اللي قبل من 18 وانت فهمتي علمه من صغر 18 قبل من 18 ديال هذه الحاجه خايبه وهذه الحاجه زوينه الشفره خايبه نفس هذوك الافكار ومن 18 صافي أكيد ولي بنادم يدير اللي بغا. I like to know how old mom and dad is. إيوا صافي. هادي فهمتي تبقى تنعس بهذه الهضرة ديال الايج، تفيق بالهضرة ديال الايج. ها هي بغات تعرف مثلا العمر ديال الوالديه. 68. نايس أخاي الحاج، نايس بقى لك عام وتوصل ل 69. You look younger than that. صافي قوتوها قرنات في الحاج. صافي الايج وداك البلان صافي اكسبتيتي انت بلي انا كي راك شارفة عليه وكبيرة عليه والايج ديفرنس كبير وكذا. صافي نساي، علاش تبقاي؟ عاوتاني تفكر بلي انه وانا ري كنت نقود اكون كنت كبر من والديك مثلا كون كنتي كبر من والدي زعما شنو كنت غادي تبدل شي حاجه راه ما كاين ما يتبدل صافي. Today when I woke up I felt I aged 10 years. قلت لك نعسات فقت حسيت بحال الا كبرت ب 10 سنين. But they put upholstery on the toilet seat. No 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 I can't have that. حيديها ولا شنو دابا من غير هذا البلان اصلا انت كضيف علاش كتشكي؟ والمشكله ماشي كتشكي غا عادي كتشكي للدنيا كامله والعالم كامل. عرفتي شنو احسن بلان؟ ما حد ذكر هذا القنجو كذا هي انه يبقى معها ويجلس هنا فهمتي انت باغا المغرب هذا هو المغرب اختي بعدا راه هادشي راه نواوا راه ما شافتش هي شي قناه اخرين ولا مثلا بيغنيك اللي كان مشى للفيليبين وكانوا كيهزوا لما هكا والطوب بحداهم وكذا وسير لك معادي. This is for you something special. نايس ما تقولش لي جبت لي الرسم واش هو كيرسم بعدا. المهم ملي كنت في المدرسه كنت ديما كنسال الدرس كنرسم شي حاجه غير صفحه. ها ودي الحاج فهمتي ها دار ليها الخاطر باينه ولكن الحاج الا عرفتي شنو كانت تقول على دارك اخاي انا بعدا ما نرضاش. سعيد بان اسامه غادي يهاجر امريكا. بلان ناضي هذا ما عرفتش اسامه كان مخبارو ولا غبا فهمتي بغى يعرف البلان كي غيكون وهي راه مازال ما قالتش لهم رانا عوالا نبقى هنا. وهذه ستي اخي اسامه ديال اللي يكون عندنا مستقبل تما قال لك هابي فرحان هذا هو اتديه الامريكان. I am moving here permanently. I bought all my things. ناري درت ديك بي ضغطات عليها permanently زعما راه ما كاين لها لها. بوت نبت هنا في المغرب. This is not عرفت هاد الطريقه كيفاش كتاكتي فهمتي بحال الا راه كتقلي السم. That his family were under the assumption that I was going to take Osama to the States and get him a visa. وراه هذا ماشي غا هما راه حتى اسامه كان عنده نفس الفكره والمشكل هي انه ما دويتوش على هذا البلان والمشكله اللي من فوق هكا هو انه اختاريتي واحد الاختيار من بين هاد الاختيارات وما درتيش معاه فهمتي نقولوا مثلا كانوا غادي يدويو باش هي تختار هذا الاختيار خصهم يدويو على هاد الحاجه ياك ديال انه هي بغات تجي للمغرب تقولها ليه ولا مثلا تقول ليه شنو غادي نديرو وتما غادي يدويو كاين جوج اختيارات يا اما تجي للمغرب يا اما نمشي لامريكا. هي كنظن بلي ما داروش هكا وقالت غير نمشي للمغرب وصافي حيت كنظن انه كون قالتو داروا الاختيار ديالي يدويو عليهم على الاوبشنز بجوج راه كانوا غادي يلقاو واحد التفاهم. هي حتى جات للمغرب وقالت لي راه غادي نبقى هنا تما فين طرا داك المشكل اللي كنت قلت لكم. وهنا راه ما بلانش فهمتي تجي وتوقف عليا وتقول لي راه اختاريت هذا الاختيار اللي حتى انت كيافيكتيك راه ما بلانش هذا. ناري باسخط. I mean are you okay with that وصابر جدتا باغي زعما تسكن هنا ما عندكش مشكل. سيان فهمتي هذا هو احسن بلان اختو فهمتي عارفه باللي راه هو باغي يمشي للميريكان واصلا هو اصلا في التافي وكان باين فهمتي وتيقول لك باللي انا هو باغي يمشي للميريكان. عنديش مشكل. ياك هاي 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 ما عندوش مشكل. هادشي انا اللي خايفه اسامه يتقصح شويه زعما ديما كنت تنقول نمشي وشحال هذيك ملي كنا صغار قرار زعما ديت اش نخديتوه بجوج ولا مزيانه عرفتي تختو هادي ناضيه ناضيه الجواب ديالو هنا ديال انه واش خداوه بجوج صافي سي الله يسهل عليك ولكن الا كان فهمتي ديال انه هي بزاف ولا كذا تما غادي تبقى تنصح وكذا حيت اختو وكذا مزيانه الصاب ناضيه ذات هي الاولى عاد انا تفكرت فيه وتفقش معاه من بعد. اوكي ياك السي. وانت في الاول
فاش خدات هي القرار ديالها، ما خديتيش حتى انت واحد القرار ودابزتو على دوك جوج قرارات باش تشوفوا فهمتي، حيت انت باينه فيك بلي ما باغيش داك القرار اللي اختارت، وماشي غير تجي وتحط عليك البوالز وتحط عليك بلي انا بغيت نعيش في المغرب صافي وما غاديش يعجبك الحال في الاول كيما طرا شويه تقول اه هانيه ياك ما لعب هو فهمتي اللونغ تيرم ديال انه يبقى معاها ومن بعد عاد يبدا يقول لها ديري لي الاوراق وكذا. قال هذه هي الفكره ديالو to drop everything in USA and just start a new life here. ناري اختو بحال الا بغات تبكي ولا شي حاجه. شوف دابا البلان دابا هذه كيفاش تقول لهم اه راه البيك ديسيجن، واش انا قلت لك خديها اختي ساليتي فهمتي شغالاتك من اليو اس وجايه لعندي لهنا، تتقول لك اه ساليت شغالاتي وقديت الاموراتي في اليو اس وجبت كلشي الباجاج ديالي وجبتو لهنا، واش دويتي معايا خديتي قرار غادي تحملي المسؤوليه ديالك ديال انه الا كان ما بغاش راه ما بغاش. ودابا هي الطريقه كيفاش كتعامل بحال الا انا فهمتي هي اللي غادي تستغل، وهي في الواقع راه بجوجهم غادي يستغلوا بعضياتهم، هي غادي تستغلوا في حيت مازال شاب والعكس حتى هو غادي يستغل على الوراق. وطبيعي الحال فاش نقولوا استغلال راه ماشي دابا بدا تيكون شي حاجه خايبه، راه تكون شي حاجه مزيانه، راه اصلا الزواج راه عباره عن استغلال، واحد تيستغل الكومبيتونس ديال الاخر باش يديروا عائله وحده صافي، راه هذه هي الحياه. هي لا هي بغات تاخذ الادفانتج اللي كيعطيوها الوراق ديال انه تاخذ وطيح مع شي واحد صغار، ولكن ما تعطيش لذاك الشخص اصلا علاش اصلا طاح معاه. وكما قلت واحد الفيديو قبل ديال انه راه يقدي يبغي اكثر من نورمال، علاش حيت عطيتيه واحد الحياه اخرى ويبقى عايش معاك بيس، ولكن هي تنظن باللي دماغها منويه بزاف. It's so beautiful. This is a painting. هو جاب الفيرما واخا بعدا بعدا اسامه راه شويه راه ما مكحطاش عنده الحياه لديك الدرجه، عندهم واحد الدار ناضيه وعندهم عاوتاني فيرما، يعني مقارنه مع المغاربه راه سميت ولا ما كنقولش لك زعما راه ما عندكش الحق انك تقول اه بغيت نخرج من المغرب، طبيعه الحال حقك الصاد خرج فهمتي تقجيتي كاينش اشكال، نفس الاحساس اللي يحس به الاخر. God didn't give me a bottle, Osama. عرفتي عرفتي شنو بان لي دابا البلان هو انه اللونغ تيرم ديالو ماشي غير انه ويحاول يقنع حتى هو يحاول واقيلا يقتلها بهذا البلان ويصدق وارثه. هما اصلا جاو للفيرما باش يرسموا. Can make it quiet so I can think. And Osama, okay, I'll shut up. Okay. واشوف هنا فين كاينين ديك البلانات اللي ديما تنقول لكم ديال الريليشن شيبس ولا مثلا قبل من الزواج، واش كتعرف داك الشخص لديك الدرجه مثلا بحال هذا البلان، هنا فين تعرف بنادم اكثر ديال انه اه ما كيبغيش مثلا فاش كتكون كدوي ولا كذا فاش كيكون كيرسم ولا كيحس بواحد الاحساس في الشكل فاش كيكون كيرسم، هي تقول اه اوكي انا نسكت وبدا تتغني وباينه فيه مازال صاخ. What are Osama's plans? I just want to paint and forget about everything. إلى عقلنا مثلا في الفيديوهات اللي قبل الاولين قاعد ديالو فهمتي فاش كان يلا مازال تيعرف على راسو وقال لك بلي انه فاش كيرسم كيخرج داك السادنس وداك الميزيري فهمتي تيخرج داك الجنون اللي فيه فهمتي وتيكون ساخط وكذا، وكنظن هذا هو البلان هنا فهمتي ديال انه قال لك ما بغاش يفكر حتى حاجه دابا تيجي يرسم صافي. It's time for creating. You can do both at the same time. No, I can't. I have one mind, not two. هو بدا تيسخط. البلان هنا شوف صافي دويتي مع البنادم كل واحد كيفاش كيفكر ولا كيفاش كيسميتو، دابا تيبان لك مثلا حنا ولا مثلا هي كيبان لها بلي هادي علاش يكون نرفز هكا ولا تعصب هكا على حاجه بحال هكا، ولكن شي واحد اخر كيجي بلي تبيك ديال فورد مثلا الراس مكتا ديال تهدان فهمتي لايك نهار كامل وهو ساخط، ومثلا فاش غادي يرسم ما يبغيش يبقى يفكر عاوتاني في السخطه، يبغي مثلا يرتاح. حنا نقدو ما نفهموش ولكن هو راه عنده الحق ديال انه ما بغاش ديك الحاجه صافي اكسبت وريسبكت ودوز حتى المره اخرى فهمتي، فاش ما يرسمش ودوي على ديك الحاجه اللي سميتو. We need to have plans for our future. Yep. But I'm here just to divide the donkey and the bench, not to talk about the plans. اه على قال لها شوفي جينا لهنا اترك بالحف الحمار ونرسمو، ما قلناش غادي ندويو في البلانز وكذا. Is that right? No, because I need to talk about Winery. I hate this حتى انا فاش كتقول مثلا ماشي في هذا البلان حتى انا ما تنرسم ما والو، ولكن فاش كدوي مع الشخص وتتقول ليها I understand ياك واحد الوقيته اخرى غادي ندويو في هذه الحاجه ولا نديرو هذه الحاجه صافي اتس اوكي، وداك البيرسون تيبقى انسيستين وراه سخطها صاحبي تجيني ديسريسبكتفول انا صراحه. About the plan. Always talk about the plans every day. This is the day because our plans are talk about the plan. Our wife is talk about the plan. I will go out. This talk about the plan. هو قال لك أصلاً راكي دوي في البلانز كل مرة تدوي في البلانز نهار كامل وما تدوي في البلانز يسخط. Okay, go ahead. Let's go. Okay, let's go. It's okay. Okay. تبع هنا اتفق معاه بلي أنا غادي في البلانز. هنا هو أكبر غلط. فهمتي بالنسبة له وبالنسبة له هو بالنسبة له فهمتي حيت منرفز حيت أصلاً. ماشي هذه هي الوقيته ديال يدوي على هكاك، يعني اوتوماتيكلي تقول شي حاجه مثلا ما يتفقش مع غادي يسخط اكثر فهمتي، علاش حيت تيحس بلي انه تيدوي وما باغيش يدوي فهاد الوقيته هاد، وهي حتى هي فور هير ديال انه واخا عندها مثلا فاليد بوينتس وكذا غادي تقولهم هو اصلا ما باغيش يدوي الدماغ راه ما خدامش هو هذاك وكيسمع لك غادي يدير لك خاطرك وصافي، يعني داكشي اللي
بغيتي مثلا تخرجي من هذه الهضره به ما غاديش تخرجي منه حيت غتسقوا في مدابزه وكذا. You said that I would come here and you would love me and take care of me and you would prove it. And now it's like you just kind of like, oh, shut up, Debbie. I don't want to talk to the hand. Well, right? You don't take a patient with me. You think I'm not patient? Yep. Because you want to do everything right here, right now. We just starting. I mean, I will not do everything in one day. Are you crazy? ناري خرجت فيه فهمتي الجن ديال الاكسنت ديال اليو كي. Are you crazy? We will not do everything in one day. You are sick. You have that mental sickness or something. Whoa. What? Six times. What's going on with this lady? And this is making me angry. And I'm not angry in my nature. It's making me feel hurt inside. ري غيهز داك الطابلو يهرسو عليها. غيبقى يخرج الحماق اللي فيه. وهو صان تيقول لك بلي فاش كان كيرسم كيخرج فهمتي داك الهوايش ديالو الحماق ديالو. خونا فهمتي اي حاجه ممكنه مع هاد خونا. انا ناقصين بلي بلان يدير هكاك ولاني راه خاص بنادم يكون كيرفل. واش انا خاصني حتى نشوف البلان طرا. نهرب انا. So we chat about the plans. Our plan is you will come here and bring me to the USA and I will go to work there and we start our life there. دابا قال لها شوف بغيتي ندوي في البلان. وي عرض عليها قال لها شوفي بغيتي البلان هو غادي نمشيو دابا الامريكان غادي انا وياك غادي نمشيو نعيشو حيت هنا ما يمكنش لينا نغارانتيو المستقبل ديالنا. دابا البلان هنا شوف هادشي كنتي مخبي عندك علاش ما تقولوش الصاد فهمتي في الوقت اللي كنتي فيها كاظم غادي تقول لها شوفي هاد البلان ديال انه تجي انا ما جانيش بلان فهمتي ها علاش ها علاش ها علاش وغادي يكون دوز الهضره هكاك وصافي ما تمشيش حيت هنا فين طرا المشكل ديال انه هو كانت عنده الفكره اخرى ديال لونغ تيرم ديال انه هاني يطيح معاها ويبقى معاها ومن بعد عادي يوصل لهذه الفكره ولكن هنا سخط هو يخرج داك الفكره هكا يعني كان حسن انه تخرج هذه الفكره بطريقه عاديه ونورمال باش الا كانت تفهم هي هذاك لا هو هذاك اول بلان اند اول فروم ذيس داي نيفر تشينج ات اف يو دونت اكسبت ذيس وي كان ستوب اول ذيس قال هذا هو البلان بغيتي ما بغيتيش الله يعاون ما غاديش نبدلو. دابا نتوما اش بان لكم في هذا البلان هنا فين كاين هنا فين كنت قلت الاشكال ديال انهم ما تفهموش في ديك الحاجه واخا كانوا قالوا فهمتي ورجعوا وكذا ولكن رجع بلي انه بحال الا هبط كواريه لجهته ديال انه هي جات وصافي حطت عليه داك الامر الواقع وصافي اكسبت داك الفكره ولكن كان عليه في ديك الوقيته فهمتي ولا وقيته اخرى اللي كانوا مهنين فيها وكيدوزوا الوقت يقول لها بلي راه ما بلانش وكذا وكذا بلي انه ما تنشوفش انا حياتي هنا واصلا هو في التيفي وتيقولها ديال انه ما حامش يبقى عايش هنا وصافي يتسالي الابيسود ولكن دابا غادي يورينا واحد اللقطه ديال الابيسود الجاي اش غيكون فيها تشوف لك اسامه كيسب طلع عليه تشوف كارو ام كريبي ام باد ام ايجلي ام مدا ام سكوبيش اوكي صافي ماشي جا من الاخر قال لي اي سبه غادي تسبيني انا غادي نصبقها لراسي ديال لي البلان ديال امان ما عرفت كتكون الابيسود الجاي واش غتكون عامره دراما بحال هكا ولا غادي يتفاهموا ولا شي حاجه ولكن صعيبه القضيه غيجي هادشي في شكل باش يتفاهموا من مورا هادشي زعما المهم غادي نكتشفوا هادشي في الابيسود الجايه ما تنساوش دير واحد لايك اند سبسكرايب وديروا شي كومونتير قولوا الاراء ديالكم الا بغيتوا